شيرين عبد الوهاب من بعد آخر حفلة جماهيرية أحيتها ومن بعد الأوقات الصعبة اللي مرت فيها هي وزوجها حسام حبيب هذا الصيف رجعت لنشاطها الفني طبعاً بطائرة وصلت أمس إلى السعودية بطائرة خاصة إلى جدة لإحياء أولى حفلاتها الجماهيرية في السعودية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة وبعد وصولها طبعاً انتشر لها فيديو مع حسام من داخل السيارة اللي وصلتهم على الفندق. الحقيقة طبعاً أن عودة شيرين لإحياء الحفلات الجماهيرية من خلال السعودية بتعتبر دفعة معنوية جامدة ليها من بعد كل الظروف طبعاً اللي مرت بيها الفترة اللي فاتت. وشيرين عندها حفلتين في السعودية، أولهم هتكون بكرة في جدة ومن بعدها على طول في الشرقية بتاريخ 4 سبتمبر، وإحنا أكيد جربنا نعرف إطلالتها هتكون عاملة إزاي وسألنا الجلام تيم اللي معاها دايماً في حفلاتها، بس الجواب كان إن شيرين ممكن تغير إطلالتها في آخر لحظة، فهنستنى أكيد لبكرة ونشوف مع بعض.